كابتن اسامه، يمكن الكابتن علاء قال لك يعني في دروس بتتكرر المفروض ان انت يعني تتعلم منها، في اخطاء فالمفروض تتعلم والاخطاء ما تتكررش. يمكن كابتن علاء نسي ان دي للمره الثانيه خساره نقطتين مع فريق بيلعب قصادنا ب 10 افراد. الاولانيه كانت مع فيوتشر، كنا احنا المتفوقين، كنا احنا اللي ماسكين الجيم، قدر فيوتشر ب 10 افراد يرجع في الجيم. النهارده مع كامل الاحترام لفريق الداخليه، في الفوارق بين فريق فيوتشر وفريق الداخليه كبيره، والفوارق بين النادي الاهلي المفروض واي نادي تاني فوارق كبيره. انت لما بتلعب يعني انا مثلا في كوره في الملعب انا مش عارف هي اتعملت ليه كده، لما احنا كسبانين واحد فريق الداخليه بيلعب 10 لعيبه وعلي معلول جات لنا كورنر، وعلي معلول بدل ما نلعب الكورنر واحنا متفوقين بلعيب، علي معلول مع احترامي لعلي معلول، علي معلول راجل مميز وليه تقل في الفريق، وانا من ضمن الناس اللي دايما بحب ان علي معلول يبقى متواجد، ولكن انا ما فهمتهاش. يعني لتاني مره احنا ضايع مننا دلوقتي كده 4 نقاط مع فرقتين كنا احنا كسبينهم 1-0، كسبانين الجيم واحنا اللي راكبين الجيم، وفجاه 10 افراد يقدروا يتعادلوا معانا، بالعكس يمكن في اخر 5 دقائق كمان كانوا هيجيبوا فينا جول ولا جولين. استنى يا اسامه، انت عارف انت كام نقطه من التعادلات؟ 10 نقط. 10 نقط في 5 مباريات بالظبط، 10 نقط أيوة. تعادلات. طبعا علي معلول النهارده طبعا غلط انه يضيع وقت من ولسه 7 دقائق، لكن هو يمكن اكتر لاعب لما نزل الشوط الثاني عمل تاثير مظبوط وحركه في الفرقه وادانا سيطره واستحواذ وخطوره هو وشريف من ناحيه الشمال لما نزل. انا قلت لك يا ايمن بدايه الماتش في 8 تغييرات حاصله، ده ممكن يحصل عشان احنا بنلعب في الدوري العام واحنا عندنا رصيد كافي من النقاط، عندنا 40 نقطه قبل الماتش، 40 نقطه من 16 مباراه، واقرب حد لينا 38 نقطه واقرب حد لينا 38 نقطه من 19 مباراه، يعني معنى كده لو كسبنا يبقى فرق 5 نقط ولسه لينا مباراتين، تعادلنا 3 نقط ولينا مباراتين، لا قدر الله قلت لك خسرنا، حتى انت قلت لي ايه لا صعب ماشي، انا قلت لك صعب جدا لان احنا فرقتنا حتى بالتغييرات احنا اقوى من الداخليه، لكن اللي حصل الشوط الاولاني راح منك تماما. الشوط الاولاني لم تقدم فيه شيء، يعني 45 دقيقه راحوا بدون اي خطوره على مرمى عماد السيد ولا على الشناوي، عشان برضو الداخليه نازله خدت بونت خدت بونت، ما خدتش خلاص يعني، هو هيكافح وخلاص ويؤدي اللي عليه وهو نصيبه يعني. الشوط الثاني بالتغييرات اللي حصلت، ودي من المرات يمكن القليله اللي مستر كولر تدخل من بدايه الشوط على طول وهو ب3 تغييرات أي. يعني احنا قلنا طب على الاقل تغييره او تغييرتين، ده 3 تغييرات مره واحده، شريف وديانج ومعلول مكان بيرسي تاو ومروان عطيه ومحمد اشرف، وفعلا حصل نشاط كبير جدا وسيطرة تامة على مجريات الشوط الثاني واستحواذ، وابتدت تبقى فيه خطورة، وتقريبا فرقة الداخلية بقت تدافع بس، يعني ما فيش حاجة على مرمى الشناوي تماما يعني، وقدرنا نجيب جون في الدقيقة 69، والشكل العام خلاص ان المباراة انتهت، وخاصة بعد طرد لاعب الداخلية. لكن هي المشكلة الاحساس بالراحه الايه احمد عبد الرسول احمد عبد الرسول، هي المشكله في الاحساس بالراحه اللي جه او بيجي لبعض اللعيبه او للعيبه كلها، ان واحد مطرود وانت كسبان واحد صعب قوي يرجعوا للقاء، لا انت قدرت تجيب هدف تاني تعزز يبقى الموضوع بالنسبه لهم لا يعني لا محاله، هم مهزومين، ولا قدرت تحافظ على نتيجة 1-0، لأنك مش شرط لأنك مش شرط كل مرة إنك تعزز الهدف، ممكن في ماتشات بتقدر تعزز وربنا بيكرمك فيها، وفي أحيانا ماتشات ما يحصلش تعزيز للهدف، بس لازم أنت تحافظ
على شباكك نظيفه. مظبوط. زي ماتش سان داونز الاخير وزي ماتش النهارده. يعني خطا دفاعي بسيط جدا سواء في الرقابه او في التغطيه العكسيه، ولذلك احنا لقينا شادي حسين هو اللي بعد رامي، وكمان الكره تولت قوي من المهاجم اللي هو رشيد. يعني بعد ما لف برامي في مسافه خدت وقت، يعني لو في حد مغطي كويس وراه كان الكره اتقطعت بسهوله يعني. ف الحمد لله ان احنا عندنا رصيد كافي من النقاط في مسابقه الدوري، يعني المنافسين بعاد تماما عننا يعني، ولكن هو درس ولازم ناخد بالنا، ولازم نعرف انه اللعيبه صحيح في النادي الاهلي كلنا قريبين من بعض وشبه بعض، ولكن ما فيش شك انه ثبات عناصر الفريق في اوقات كتيره في مراكز كتيره بيقدر يديلك شكل استقرار، لكن التغييرات الكتيره برضو بتاثر معاك نسبيا، لكن مش هي دي السبب النهارده الوحيد. انك قلت لك الشوط الثاني انت متحكم تماما في زمام الشوط الثاني، ولكن ما قدرتش تحافظ على المكسب لغايه اخر وقت. ويعني انا بقول هارد لك، كره فيها كده، ولكن قلنا ده ممكن النهارده عشان دوري عام ويحصل فيه تعويض، لكن حذاري جدا في مباراه القطن الكاميروني ومباراه سان داونز، لان عدد المباريات في المجموعه بقى قليل، 4 ماتشات بس، والتعويض مش هيبقى سهل زي مباريات الدوري العام. فهنا النادي الاهلي بقى له اكتر من مباراه بيجي فيه اجوان سهله جدا من بطوله كاس العالم، ماتش ريال مدريد كنت عامله كويس قوي ودخل فيك 4 اهداف، طبعا ريال مدريد هو فريق كبير ولكن دخل فيك 4 اهداف بسهوله. ماتش فلامينجو ما صلحش المشاكل، ماتش فلامينجو كنت مسيطر عليه تماما وكنت كسبان، ولكن برضو عدم تمركز جيد في النواحي الدفاعيه، الفرقه ككل، ثم الاخطاء الفرديه، لانه انه الدفاع مش بس الخط الخلفي، الخط الخلفي واحد او الخط الاخير اللي بيحمي، لكن اساسا منظومه الدفاع كلها من الاجنحه للنص الملعب للمدافعين، وبعد كده الاخطاء الصغيره اللي هي بتحصل سواء في الرقابه، سواء في التغطيات العكسيه، سواء التمريرات البينيه اللي بسهوله بتحصل بين السردباكين زي الجون النهارده اللي حصل في القلب. ايوه فلازم نهتم شويه زي ما بنهتم بالفرص اللي بتجيلنا عشان نجيبها اهداف، ولما كنا بنضيع فرص كتير كنا بنقول المهم قوي نركز عشان نجيب اهداف. ايضا الشق الثاني في كره القدم هو الدفاع الصلب، وهو عدم مش عارف، انا عندي شك في الكوره اللي قدامنا دي، ضرب جزاء على سبب الكابتن ناصر، بس انا اعتقد ان الكوره حتى لو على الخط، الخط جزء هو ضربه جوه. رجله فين؟ انت رجلك اللي ورا بره، انما اللي جوه هو ضربه في اللي جوه، الخط جزء من خط، ما اعرفش يعني، سيبها للكابتن ناصر علشان يعني هو يحللها بسرعه. اتفضل يا كابتن اسامه. فالشق انا شايف ان على الخط، والخط يعتبر داخل منطقه 18، جزء من منطقه 18. مش فاهم انا الشق الثاني في هنسيبها في كره القدم الدفاع. قلنا الدفاع صحيح زيه زي الهجوم بالظبط، زي ما في الهجوم بتحاول تخلق مساحات، بتحاول تخلق فرص، بتحاول تجيب اهداف، ايضا في النواحي الدفاعيه لازم انك تقلل الفرص اللي بتوصل لمرماك، انك تعرف تراقب، انك تعرف تعمل تغطيه عكسيه،
انك تعرف تقفل مساحاتك وبالذات في العمق. انت مش عيب ان انت يجي عليك هجمات بس لا. انت تبقى مظبوط وكل حاجه. لا لا مش عيب، انت بتلعب فرق برضو بتتمرن وعندها. لا انا ما بنقولش ان ما تجيش هجمات، تيجي احنا بس احنا واقفين صح. بنقول ان ايه، ان تقلل الفرص الخطر اللي عليك، تقلل سهوله الكور اللي عليك. يعني ايه كوره زي دي؟ يعني كوره زي دي جون ازاي يعني؟ يعني حتى لا يعني تغطيه من شادي. ماله شادي؟ لا سرح شويه. لا لا يعني هقول لك بس عربية. عشان يبقى فاهمنا. ما هو انا بص لما يا ريت رجع رجعنا تاني. لا يا ريت رجعنا تاني. لا جاي جاي يساعد الناس اللي هي ما رجعتش. ماشي بس هو في المكان. انا بحلله يا كابتن شريف. كابتن شريف طب هقول لك بس يا كابتن شريف، لما انا لعيب بروح مكان لعيب انا في المكان يبقى بقى. بص هو هنا كسل شويه ان يرجع في طبيعي ان يبقى ورا رامي انا مش بقول ان شادي لازم يبقى هنا، مفروض علي معلول، بس طبيعي انت لما رحت في المكان لو هو كان واقف قريب شويه ومغطي صح كان بعد ما طولت من الراجل ده كان اشترك فيها سهل جدا. لما نعيدها تاني اكتر من مره لو من الاول الجون هنا الجون هنا وهنا والتغطيه برضو مش هنا بس. لا لا مش هنا بس. اسامه بيتكلم على اساس انها تولد كمان من الراجل. طبعا طبعا لو في وقفه مظبوط من الاول هنا جنب رامي كانت الكره اتقطعت. مش معنى كده انا بقول رامي طبعا غلط ان الراجل لف بيه كده، لكن برضو ما فيش تغطيه وراه لان الكره طولت مسافه من المهاجم احمد رشيد. فايا كان لازم نظبط نفسنا في المواقف الدفاعيه ونقلل الخطوره اللي بتحصل علينا والاهداف اللي بتيجي فينا. لكن كره القدم فيها كده، وان شاء الله ربنا يسهل في ماتش القطن وماتش صن داون ان شاء الله.